أنك توسطت لقسيس في السجن في بلد معين وأخرج القسيس وقصة، ما هذه القصة التي نشرت؟ هذه أي جريدة أول؟ هاي جريدة. نعم. questo è un giornale del secolo di Genova. هذه جريدة السيكلو لمدينة جنوب. ما هذه القصة؟ يعني أنت مسلم تتوسط لقسيس. سي نعم. في واحد رجل اتصل فيه. هو من Amnesty International. منظمة Amnesty International الدولية. Molto conosciuto. هذه معروفة في العالم. هذا الشخص الذي اتصلت فيه معروف. Mi ha detto ci sono dei prigionieri, dei cristiani, dei preti in questo stato. ويقول أنه في هذا في هذه الدولة الأفريقية هناك نصارى مسجونين ورهبان. 5 anni che stiamo cercando di liberarli. 5 anni. خمس سنوات ونحن نحاول إطلاق سراحهم. Allora سبحان الله الله سبحانه وتعالى io conosco il vice presidente della Repubblica. أنا أعرف نائب رئيس الجمهورية. E conosco il primo consigliere del presidente della Repubblica. وأعرف أو المستشار الأول لرئيس الجمهورية. Ho chiamato. اتصلت به. Ho detto io sono musulmano. وقلت له أنني مسلم. E voi siete cristiani e ci sono questi cristiani nella prigione. وهؤلاء أهل الكتاب في السجون أيضا. Cercate di liberarli. فحاول فقال لا استطيع ان افعل شيء. Dopo 20 giorni mi chiama di nuovo Amnesty International. وبعد 20 يوم تتصل في منظمه امنستي الدوليه. Mi dicono. ويقولون لي. دكتور مايوليزي, che cosa fatto? دكتور مايوليزي, ماذا فعلت انت؟ Cioè, cosa ho fatto? Perché? فيقول ماذا فعلت؟ ليش؟ قوي. ليش؟ ليش؟ Perché il presidente ha liberato non una ma 37 prigionieri. لأن الرئيس أطلق سراح 37 ليس فقط شخص واحد. Allora io sono stato molto contento. كثير من المسيحيين. Io ero molto contento da questo. فكنت سعيد جدا لهذا الحدث. Allora ho detto ai giornalisti, voi lo للصحافيين. الصحفية نشرت. Mettete sul giornale che io sono musulmano. ضعوا في الجريدة أنني مسلم. نعم. E che i musulmani aiutano i cristiani. وأن المسلمين يساعدون أهل الكتاب. ويعطي والنصارى. ويساعد ويسعف ويعين كل الناس المسلم وغير المسلم. دكتور ألفريدو الوزير الإيطالي وزير الدولي, تقول أنك تأثرت بأول مرة سمعت به الأذان وتأسف على أنك لا تسمع الأذان في أوروبا. La prima أول مرة أنا كنت في السعودية, but أنا في هذا الوقت أنا ليس مسلم. أنا سمعت الأذان سبحان الله, حتى أنا ليس مسلم في نور في كل تأثر وسبحان الله بعد الإسلام أنا مرتجد, أنا مبسوط جدا. لماذا؟ أنا في إيطاليا ما في مساجد, ما في أذان, وكل مرة أنا مسافر إلى البلد عربية مسلمية سبحان الله. الله سبحانه وتعالى قال عيال الصلاة عيال الفلاح, عيال الفلاح. هذه كلمة الله سبحانه وتعالى قال إن شاء الله إذا نحن جيب الطريق محمد صلى الله عليه وسلم بدون شك نور على الجنة. وأنا سبحان الله سبحان الله والله أنا أريد إن شاء الله كل المسلمون في الجنة إن شاء الله, كل المسلمات. وترتاح الأذان. كم مرة رحت مكة أو الحج؟ في جاهلية, في جاهلية مسافر كل مكان في جاهلية, مقصد الدنيا. في الجاهلية سافرت كل مكان. والآن أنا مسلم, قال إن شاء الله أنا عندي وقت, هذا الوقت غني ثمين إن شاء الله. هذا مسافر كل مكان, وذلك ممكن أنا مسافر مقصد الدنيا, بعدين إن شاء الله في وقت دعوة لله. مسافر بلد تونسية المغربية مصرية تونس المغرب تركيا, مصر تركيا دعوة كله دعوة لله. باكستانيين باكستان والإمارات بحرين الإمارات والبحرين. سبحان الله أنا دفعت إلى عمرة 10 مرات وحج مرتين, واحد مع زوجتي, واحد آخر مرة last year العام الماضي alone with Kuwait people مع شعب الكويتي. أنا سبحان الله مبسوط في شهر رمضان في ايطاليا سبحان الله. اوكي في ايطاليا مسلم ما في جو حلو, ما في روح, ما في روح. انا اقول ان شاء الله في رمضان أنا شهر مبارك ان شاء الله, ما انا احب صلي تراويه وتحجد في الكعبه الحمد لله سبحان الله, وشروب ما شروب شروب مو جنويكا, ما زمزم, سبحان الله. هذا سبحان الله أنا
أنا أشكرك سعادة الوزير الإيطالي. وماذا تقول للمسلمين؟ ماذا تطلب للمسلمين؟ يو كده مسلماني أنا أطلب من المسلمين أنا إن شاء الله أتمنى إن شاء الله أتيل هاي الكتاب أتيل الإنسان الصورة حلوة للمسلمون. بعد محمد صلى الله عليه وسلم ما فينا أنبياء، نحن سفراء الإسلام، نحن إن شاء الله نجيب صورة حلوة، نحن دعوة لله في العالم. الفكر لا أنا فكر في إيطاليا، أنا عندي فكر مثل محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله الإسلام في كل مكان في العالم، هذا الفكر إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق أمانيك بأن نكون رسل وسفراء الإسلام، نعطي الصورة المشرقة لهذا الدين ونستفيد من هذه التجارب المؤمنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.